السلام عليكم يا طيبين، انا خليفة الهارون معروف كمستر كيو مع رقمي تي في، واليوم احنا عندنا الثلاجة الذكية من سامسونج. اي نعم، نقدر نتحكم في الثلاجة عن طريق الجالكسي اس 8. عندنا شاشة كبيرة، وذكرنا طبعا في اندرويد ولكن يستعمل نظام تايزن. اذا انا بغيت اقدر اكتب ملاحظة علشان اتذكر انه لازم اشتري حليب مثلا، وطبعا انا قاعد اكتب. لو نفتح الباب نقدر نشوف ان عندنا وايد مكان علشان نحط اغراضنا، ولكن اهم من ذلك نقدر نشوف ان عندنا عدة كاميرات في الباب. السبب لان عن طريق التلفون نقدر نشوف شنو داخل الثلاجة. خلينا نقول لو احنا في السوبر ماركت الحين نقدر نشوف ان والله نحتاج بيض. طبعا تقدرون تسوون عدة اشياء اخرى عن طريق الثلاجة الذكية، ولكن احنا بس بغينا نراويكم شلون تقدرون تشوفون شنو داخل الثلاجة من بعيد عن طريق الجالكسي اس 8. اذا تبون تشوفون فيديوهات اخرى عن الجالكسي اس 8 لا تنسون تشيكون قناتنا رقمي تي في.